لأول مرة في تاريخه بلغ فيروفياريو بيريا المزنبقي ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، إنجاز يريده أشبال النادي أن يتواصل حتى الرمق الأخير، فتضافرت الجهود من إدارة ولاعبي وحتى رئيس الجمهورية من أجل تجسيد أهدافهم. الحصة التدريبية لنادي فيروفياريو التمسنا خلالها جدية ومسؤولية كبيرة من اللاعبين الذين سيفتقدون لخدمات المحوريين الأساسيين في الفريق بداعي العقوبة الآلية، ما دفع بمدرب النادي إلى البحث عن حلول بديلة، وهو الذي يعرف جيدا هجوم الاتحاد. Notre condition, nous vamos jouer ici. Nous vamos jouer ici. C'est difficile pour les deux équipes. Nous avons un peu d'informations, mais nous avons connaissé que l'équipe, c'est très fort. L'équipe, il est joué bien. Les personnes qui peuvent prendre que le match, il est difficile, mais le match n'est pas difficile. Yeah? Le match, il est bon. Demain, on va jouer bon, on va gagner. على نقيض آخر، تدربت كتيبة الاتحاد بمجموعة متكاملة، نقطة استثمر فيها المدرب البلجيكي من أجل تطبيق نهجه التكتيكي بصفة عادية، إلى أن هاجس أرضية الميدان الكارثية تبقى العائق الكبير لممثل الجزائر في رابطة أبطال إفريقيا. On n'a pas toutes les informations parce que c'est pas toujours télévisionné le match de championnat, c'est différent. Mais quand même, ils ont joué pour se qualifier en quart final. Sur le terrain, tu peux avoir des informations, tu es ici, c'est la réalité. Mais on doit vivre comme ça, on doit gérer, il n'y a pas d'excuses, demain c'est comme la guerre. حنا دوك بالعزيمة إن شاء الله والإرادة اللي راح تغلب على هاد الظروف الصعبة اللي رانا فيها إن شاء الله باش نحقق نتيجة إيجابية ونولو. حتمية التعامل مع أرضية ملعب فيروفياريو بيرا بات تحصيل حاصل بالنسبة لكتيبة الاتحاد وأمرا لا مفر منه، وضعية تلزم بول بيوت تفادي التعثر وخصوصا الإصابات أمام منافس يعرف أسواره جيدا. مبعوث قناة الجزائر إلى الموزمبيق، وليد مرزوقي وحمزة العروسي.